خلينا نتحيز للسيدات ونبتدي ليديز فيرست. منى انا كاتب لي كده صاحبه اختراع منزل ذكي موفر للكهرباء، خلينا اول ناخد منك فكره على ايه الاختراع ده. هو حاجه ببساطه شديده جدا عباره عن نظام بيتحكم في كل كهرباء البيت او المكان اللي انا حابه اوفر الكهرباء فيه، عن طريق ان هو بيشوف فيه قد ايه اشخاص موجودين. لو مفيش حد موجود في المكان ده هو بيطفي كل حاجه لوحده. ده كان ناتج عن دراسة انه اكبر نسبة ضياع للكهرباء او الاهدار للكهرباء هو بسبب سوء الاستهلاك بتاع البني ادمين، فده كان الحد من الموضوع، وانه الكمبيوتر يتدخل في الموضوع فيبقى الموضوع امن واحسن ويوفر اكتر وهكذا. يعني انا لو بيتي اربع اوض هو بيبقى فيه سنسور بقى بيشوف اذا كان في اشخاص موجودين ولا لا فيطفي النور اوتوماتيك. بالظبط، النور مع كل الأجهزة بقى اللي موجودة اللي ممكن أنا أستغنى عنها في وقت أنا مش موجودة فيه في الأوضة. تلفزيون. طيب. الفكرة بتيجي إزاي؟ يعني جات لك إزاي وطبقتيها إزاي؟ هو الأول كانت دراسة للمشاكل الموجودة على الساحة، الكهرباء، المية، الحاجات دي كلها. كان في وقت ما عملت المشروع دوت كانت أكبر حاجة بتواجه البلد من مشاكل كانت أزمة الطاقة، إنه ما فيش مصادر طاقة بديلة كتير، واستخدام الطاقة الشمسية ما كانش لسه بالقدر الموجود دلوقتي. فبالتالي بقى طب ازاي مش بس ان انا اوفر مصدر طاقه جديد، لان انا احد من اهدار المصدر الموجود اوريدي. فطب ماشي، انا دلوقتي طالبه كمبيوتر ساينس، فازاي استخدم اللي انا اتعلمته في اللي انا اعمل مشروع. فاتجهت لحد ما زلت بتدرسي؟ انا ان شاء الله فاضلي شهرين اتخرج. وتتخرجي ان شاء الله. وعملتي الاختراع ده اثناء الدراسه؟ في اولى سنه اولى، من اولى لحد ما يعني اربع سنين دلوقتي. عظيم جدا. بس خدت مركز عليه وانا في سنه اولى بدري، يعني انا بدات الموضوع بدري وخدت مركز بدري فارتحت شويه في الاخر. يعني مركز فين بقى؟ كنت مشاركه في جامعه اسوان على مستوى الجامعات المصريه كلها في بحث علمي. شاركت المشروع بتاعي وكنت عامله نموذج وكل حاجه، فاتقيمت وخدت مركز اول في مجال الكمبيوتر والمجال اللي هو الحاسب الالي. فبقيت ساعتها انا كنت لسه يعني طالبه في سنه اولى، تاخد مركز اول على مستوى الجامعات المصريه كلها ده كان سبق يعني. بعد كده بقى شاركت بيه في اسبوع شباب الجامعات في المنوفيه، شاركت بيه في كفر الشيخ. وده بيسجل بشكل دولي ولا بيسجل فين الاختراع كاختراع؟ لا هو بشكل محلي حاليا، مش بشكل دولي. طيب لما انا بعمل هذا الاختراع عشان اصل للنتيجه النهائيه اكيد بمر بتجارب والى اخره، ودي بتتكلف مين بيصرف على الكلام ده؟ انا. انت بس؟ انا. طيب